الرب يفتح ولا أحد يغلق، الرب يفتح أمامك أبواب النجاح ولا يستطيع أحد أن يغلقها، والرب يغلق ولا أحد يفتح. الرب يغلق كل أبواب جاي منها أذى وكل أبواب خادعة ولا يستطيع أحد أن يفتحها. عزيزي المشاهد، ببدأ معك هذه الحلقة بقراءة لبعض الآيات اللي في مزمور 30. في مزمور 30 داود يقول للرب: أعظمك يا رب لأنك نشلتني، دي أول آية، ولم تشمت بي أعدائي. أعظمك يا رب لأنك نشلتني. عزيزي المشاهد، لو أنت بتغرق أطلب الرب والرب هينتشلك. لو أنت في ضيقة أطلب الرب، وفي آية بتقول كده إن الرب يخرجك من الضيقة إلى رحب لا حصر فيه. لو أنت مهدد بأذى شديد أطلب الرب. شوف داود بيقول له إيه: أعظمك يا رب لأنك إيه نشلتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. أنا كنت في خطر، المرض كان قاتل، لكن أنا يا رب استغثت بيك فأنت تحركت وشفيتني. عزيزي المشاهد، الرب هو الطبيب الأعظم. لما تبقى في حالة صحية سيئة إلجأ أولا إلى الرب، لأن الرب هو اللي هيدي الشفاء، والرب هو اللي يقودك تتعالج إزاي، والرب هو لو هتعمل عملية هو اللي هيعمل العملية من خلال الطبيب. الرب هو اللي بيدي الشفاء، بيدي الشفاء للجسد وبيدي الشفاء للمشاعر. لو انت مشاعرك تعبانة متبهدل، حد جرح مشاعرك، اتعرضت لموقف صعب، اتهزيت من جوه، اتبهدلت، تعال للرب. شوف داود بيقول له ايه: يا رب الهي، انت الهي، انت اله الكون، بس انت الهي في علاقة شخصية بيني وبينك، انت الهي. بعد العلاقة الخاصة لازم يبقى موجود بيني وبين الرب. هو الهي الجميع حاجة والهي انا حاجة تانية. يا رب الهي استغثت بك فشفيتني. يقول له في آية 3: يا رب أصعدت من الهاوية نفسي. أنا وصلت لحد أبواب الموت، بس أنت يا رب زي ما داود قال له في مزمور آخر: أنت رافعي من أبواب الموت. يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. يعني ناس بيرموهم في جب، يعني بئر عميق، وعشان يموتوا فيه ما فيهوش ميه، ينزلوا تحت يموتوا من العطش. انت يا رب هم رموني بس انت طلعتني، انت نشلتني. عزيزي المشاهد، الرب قادر ان ينتشلك من اي ظروف خطره انت فيها، سواء كانت مرض او اي ظروف اخرى. مزمور عظيم، مزمور 30: أعظمك يا رب لأنك نشلتني. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. يا رب أصعدت من الهاوية نفسي. وأرى لك كمان آية رقم 11: حولت نوحي بكائي إلى رقص لي. يعني داود بيقول له، ما قالوش انت خلتني ما ابكيش، قال له ما هو اكتر من كده، انت انا كنت ببكي وحزين وتعبان ومهدد فما قداميش غير دموعي، بس انت مش بس خلتني ما ابكيش، انت خلتني ارقص، يعني خلتني في فرح غير عادي. هنا بيقول حولت نوحي الى رقص لي.
عزيزي المشاهد، لو انت في حالة نفسية سيئة، لو انت حزين ومش قادر تطلع من الكآبة اللي انت فيها، اعمل اللي عمله داود. تعال الى الرب وقول له استغث بيه، اطلبه، اصرخ اليه. الرب هيعمل ايه؟ الرب هو اله التحويلات العظيمة، بيحول تحويلات غير عادية من واحد بيبكي ويائس، بس صرخ للرب جاله الامل، صرخ تاني، ايه اللي حصل؟ الرب يحول من النوح، من البكاء، من النحيب، الى فرح غامر. يقول كده حولت نوحي الى رقص لي. عزيزي المشاهد، مهما كانت احزانك، تعال الى الرب الان، تعال في هذه اللحظه. رب يسوع يناديك، بيقول لك تعال الي، تعال الي وانا اريحك. تعال الى الرب يسوع الان، اطلب منه انه يحولك من هذا النوح الى الفرح الغامر باسم الرب يسوع. لو انت محتاج معجزة عشان تفرح، الرب هيعمل المعجزة وهتفرح، وفرحك هيبقى فرح عظيم. الان ننتقل الى الاصحاح 11 من سفر دانيال عشان نكمل التأمل في هذه النبوة العظيمة. ملاك جبرائيل قدم لدانيال نبوة عظيمة، النبوة دي تحققت، في جزء كبير منها تحقق. في الحلقة اللي فاتت تأملنا في آية 5 اللي تحققت بعد 200 سنة، يعني بعد 200 سنة من النبوة تحققت الآية رقم 5. الآية رقم 5 بتقول ايه؟ بتقول ان ملك الجنوب، الجنوب اللي هو ملك مصر، ملك الجنوب ده صار قويا وحمى، شرحنا ده في الحلقة اللي فاتت، واحد اسمه سيلوقس حماه، كان مهدد وثبته على رجليه، وبقي واحد من رؤسائه، يعني واحد من رؤساء الجيش بتاعه، يعني سيلوقس كان واحدا من رؤساء جيش ملك الجنوب. ملك الجنوب ده كان اسمه بطليموس الاول، ده شفناه في الحلقة اللي فاتت انه حماه وكان هيضيع، يبقى اعيد تاني، بطليموس الاول حمى سيلوقس. ام سيلوقس بقى نتيجة الحماية دي كبر، ولما كبر اتسع واعلن نفسه ملك، وبقي ده ملك الشمال. شمال يعني شمال اورشليم. ملك الشمال ده يسموه ملك سوريا، لان سوريا كانت جزء اساسي والعاصمة بتاعته كانت انطاكيا. وقلنا في الحلقة اللي فاتت ان هذه المملكة اللي هي مملكة الشمال، اللي هي بتعرف بمملكة السلوقيون، لان اللي اسسها هو الراجل ده سيلوقس، اللي مين حماه، اللي مين ساعده، اللي ساعده ملك الجنوب. انما اللي حدث ايه بقى؟ ان السلوقيون دول كانوا اكثر الممالك اعداء لمملكة مصر. يعني كان يعني دي الرساله كانت بتاعت الحلقه اللي فاتت، ان بيحصل كده في العالم. هو ده العالم، العالم فيه كده، في الغدر وفي الخيانه، ان انا اساعدك زي ملك مصر ما ساعد سيلوقس، سيلوقس يكبر ويبقى خطر على ملك مصر، ويعمل عيلته تعمل وناس يعمل حروب مع مملكه مصر، مع نسل بطليموس الاول. وطلعنا من الحلقة اللي فاتت ان احنا مش ممكن نبقى كده، مش ممكن واحد يساعدني عشان اكبر واني لما اكبر اضره. انا ما اعملش كده، عشان انا الرب حررني من العالم. هو ده العالم، العالم فيه الغدر وفيه الخيانة وفيه مصلحتي بس، مش مهم انت ساعدتني اضرك مادام مصلحتي اضرك. لا، انا كمؤمن ما اعملش كده ابدا ابدا. واحد علمني اشتغل وكبرني، ما جيش بعد ما اكبر اعمل زي سيلوقس كده، اروح اخد منه الشغل بتاعه ونفسه واضره. ما ينفعش، الدنيا واسعة، اشتغل في اي حتة بعيدة عنه.
كمان اضيف ان انا ما يحصل ليش اللي حصل لي بطليموس الاول ده. حصل له ايه؟ انه ساعد واحد وبعدين نتيجة انه ساعده الضر. انا مش هيحصل معايا كده، انا مش هساعد ناس وسبب مساعدتي ليهم الضر. لا، لازم اعلن ايماني ان ده كمان مش هيحصل لي. يعني ما بقاش مثلا بساعد واحد يشتغل عندي، بساعده انه في شغله عنده وعلمه 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 وعلمه، بعدين يروح سايبني ويروح يساعد المنافس بتاعي. لا، انا مش هيحصل معايا كده، انا مش هيحصل معايا كده. عزيزي المشاهد، اعلن ايمانك وقول كده باسم الرب يسوع، انا مش هبقى ناكل للجميل ابدا. الناس اللي ساعدوني دايما مش هبقى ضدهم، او دايما بلغه اخرى مش هاذيهم، مش هبقى سبب ايذاء ليهم. واتنين، انا مش هيحصل معايا كده ان انا اساعد حد والحد ده يؤذيني. دي آية النبوة اللي في آية رقم 5. آية رقم 6، إذن طلعنا من آية رقم 5 أني قبل ميلاد الرب يسوع بحوالي 300 سنة بقي في مملكة في الشمال، شمال أورشليم، شمال إسرائيل، ومملكة في الجنوب. المملكة دي اللي في الجنوب اسمهم البطالصة، لأن أول واحد فيهم اسمه بطليموس الأول ونسلوجي هو اللي حكم. والمملكة التانية دي مملكة السلوقيين، وأول واحد فيهم ده اسمه سلوقس الأول. عندنا مملكتين، وقلنا إن المملكتين دول ابتدوا يبقوا أعداء. إنما هنا في آية 6 يقول لك وبعد سنين يتعاهدان، يعني بعد ما هم أعداء يعملوا اتفاقية ويبقى في سلام بينهم. وبعدين لما أقرأ بقى بقية الأصحاح ألاقي ده بيحصل كتير، شوية يتفوا وشوية يتخانقوا. وعزيزي المشاهد، زي ما قلت لك إن ده رمز لأمور ستحدث في نهاية الأيام، إن كل ما نقرب على نهاية الأيام نلاقي العالم فيه كده، مش بس منطقة الشرق الأوسط. طبعا منطقة الشرق الأوسط واضح انها منطقة فيها قلق، منطقة فيها حروب، والمؤمنين اللي عايشين في هذه المنطقة لازم يصلوا عشان يبقوا محميين من الحروب ومن القلق ده اللي بيحصل، وان فترات السلام تطول. لكن هي المنطقة بطبيعتها بحسب النبوات منطقة دايما فيها حروب، ودايما الحروب ليها علاقة بالشعب اليهودي، يعني تدور حواليه أو هو سبب فيها. فدايما منطقة فيها حروب، ما ينفعش تقول مثلا خلاص مفيش حروب هتحصل في المنطقة دي، ده مش ما يمشيش مع الكتاب المقدس. ده يمشي مع أماني بعض السياسيين، يبقى عندهم أمل وعندهم يقولوا دي آخر الحروب. لا، ما فيش حاجة اسمها آخر الحروب، المنطقة هيبقى فيها حروب. لكن ضلنا كمؤمنين ان احنا بصلواتنا نكتر فترات السلام. ليه؟ لأن ده اللي قاله الكتاب، قال صلي من أجل الرؤساء والملوك والذين هم في منصب عشان نقضي حياة هادئة مطمئنة، يبقى فيها سلام، فنقدر نكرز، نقدر نتكلم عن الرب يسوع، نقدر نعبد الرب بحرية. فواجب المؤمن إن ما يبقاش متفرج. وانت لما بشرح لك الحاجات دي ده يخليك تبقى في صلاتك جزء اساسي من صلاتك يوميا، من اجل لو انت عايش في منطقة الشرق الاوسط او يهمك الناس في المنطقة دي، جزء اساسي. يا رب نريد ان الدنيا تبقى فيها هدوء، يبقى فيها سلام اكتر ما يمكن. صلواتنا تخلي فترة السلام بدل 100 سنة تبقى 5 سنين، بدل 105 سنين تبقى 30 سنة، تبقى 40 سنة، وهكذا. صلواتنا مؤثرة، وحتى لو حدثت حروب، الحروب دي لا تعطل الخدمة، خدمة الرب ولا عبادة الرب، ولا تضرنا نحن المؤمنين بكده، ان احنا بركة لبلادنا. عزيزي المشاهد، دخلوا في عهد، يعني هنا دخلوا في عهد، بس ما تنخدعش، لما تحصل معاهدات دي المعاهدات دي مش هتستمر الى الابد، لا هتقع، بعدين تحصل معاهدات تاني، والبلاد اللي مع بعض تبقى ضد بعض. لكن دايما
بين ملك الجنوب وملك الشمال هيبقى فيه توتر رايح وجاي، اللي هو بين الشمال اللي هو يمثل حاليا سوريا، الحتة اللي في شمال العراق تركيا، ووراهم طبعا البلاد اللي كانت روسيا اللي كانت شيوعية، كل ده هيبقى فيه توتر بينه وبين مصر. احيانا يحصل سلام واحيانا يحصل شد وتوتر، وده يهدد ده وده يهدد ده. وزي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت ان في نهايه الايام مصر هتبقى محدش مش داخله في اي تحالف، هتبقى مستقله وليها رايها الخاص، وزي ما قلت لك كمان هتبقى بلد غنيه، بس بسبب بلد انها بلد غنيه هيجي عليها تهديد من ملك الشمال، من التحالف بتاع الشمال ده، اللي هو البلاد اللي في الشمال محيطه باسرائيل مع تركيا، هيبقى مع ايران، هيبقى في تهديد عليها. ليه؟ لان هيبقى فيها زي ما بيقول الكتاب نفائس، يعني ممكن يبقى فيها بترول ضخم جدا يطلع، ممكن يبقى فيه ذهب كتير، انما مش هتبقى بلد الناس تطمع فيها لانها غنيه قوي. عزيزي المشاهد، ايه 6 بقى هننتقل اليها، ان الملاك بيقول له بعد 200 سنه هيبقى في ملك جنوب وملك شمال، وبعديها بسنين صحيح هيدخلوا ضد بعض، لكن بعديها بسنين هيعملوا معاهده، والمعاهده دي غريبه قوي. الكتاب تنبأ عنها رغم انها حصلت زي ما قلت لك بعد اكتر من 200 سنه، لكن حصلت بالحرف. تنبأ عنها غريبه، يعني معاهده غريبه، لانه بيقول وبنت ملك الجنوب. هنا ملك الجنوب بقي بطليموس الثاني، خلاص بطليموس الاول اللي اسس المملكه دي مات. بطليموس الثاني بقى هيعمل حاجه غريبه جدا، وبعد سنين يتعهدان، والمعاهده دي عباره عن ايه؟ يقول لك بنت ملك الجنوب اللي هو بعد كده اتعرف ان ده بطليموس الثاني، في النبوه ما اتقالش اسمه لكن في التاريخ اتعرف، بنت ملك الجنوب بطليموس الثاني تاتي الى ملك الشمال، هتروح الى ملك الشمال اللي اسمه هيبقى اللي اسمه التاريخ قال لنا عليه انطيخوس الثاني. يبقى اذا بنت ملك الجنوب، يعني ملك الجنوب هيعمل ايه؟ هيستخدم بنته، هيستخدم بنته في مصلحة سياسية. ايه؟ هيبعتها لملك الشمال. ليه؟ لإجراء الاتفاق. ايه هو الاتفاق؟ التاريخ بيقول ايه اللي حصل؟ ان بنت ملك الجنوب اتجوزها ملك الشمال اللي هو انطيخوس الثاني. الكتاب بيقول كده، بيقول انها اسمها برنيكي، بالانجليزي برنيس. البنت دي مين اللي اتجوزها؟ انطيخوس الثاني. طيب وانطيخوس الثاني ده ما كانش متجوز؟ كان متجوز، بس عشان الاتفاقيه دي، ما دي طبعا ملك الجنوب بيخطط ان لما بنته تتجوز ملك الشمال، ملك سوريا ده اللي عاصمتها انطاكيا، الابن هيطلع له ولاء. ولاء لايه؟ لملك مصر. يبقى خلاص انا كده مش مهدد، ما اللي هيورث العرش بعد كده جده ابا انا، لا انا كده ابا مش مهدد. خطه، عايز يبني السلام على انه استخدم بنته في انها تتجوز وبطريقه من شخص معين، وعنده تطلع الى اللي هتولده. يقول الكتاب ايه هنا؟ بنت ملك الجنوب تاتي الى ملك الشمال لاجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة. يعني معنى الآية دي ان المخطط سيفشل، المخطط سيفشل، وان هي مش هيبقى عندها القوة. لا تضبط الذراع قوة، يعني هي كانت ذراع ابوها اللي هو ملك مصر، لا مش هيبقى عندها قوة. ايه بقى اللي قاله التاريخ؟ التاريخ بيقول ايه؟ بيقول ان الملك اللي هو انطيخوس الثاني ده ملك الشمال عمل ايه عشان يتجوز بنت ملك الجنوب؟ عمل ايه؟ راح طلق مراته. هو ده الاتفاق، عشان لازم تطلق مراتك، راح مطلقها برضو لسبب سياسي، يعني كأن الاسرة بتؤذى لاسباب سياسية. هو ده العالم،
العالم كده. احنا بنشرح في الاصحاح ده ما هو العالم. العالم واحد، ده عرفناها من الحلقه اللي فاتت، في الغدر وفي الخيانه. انك تربي واحد ولما وتعلمه وتبقى صاحب فضل عليه، بعدين لما يكبر يخونك ويأذيك، ده اللي في العالم. العالم كمان فيه كده التضحية بالأسرة من أجل المال ومن أجل السلطة. أضحي بالأسرة وأضحي بأولادي، أضحي بأولادي وأشتغل كتير وما أهتمش بيهم عشان أغنى. ده العالم. العالم فيه التضحية بالأسرة رغم كل اللي بيتقال عن حماية حقوق المرأة وحماية مش عارف الأطفال والأطفال لهم حقوق، لكن في الحقيقة ان كل ده ما تأثيره ضعيف جدا، والعالم اللي بيحكمه إبليس ماشي في السكة دي. التضحية بالعائلة، التضحية بالأطفال، التضحية بالزوجة. الراجل ملك الشمال طلق مراته عشان يتجوز مين؟ عشان يتجوز بنت ملك الجنوب عشان تبقى فيه اتفاقية، كأن ده اللي هيحمي الوحدة، هو ده اللي هيحمي السلام. لكن هل ده حدث؟ هل ده استمر؟ هل الخطة بتاعت ملك الجنوب نجحت؟ الكتاب بيقول لا، كان يبوه فشلت. ودايما مش هتغنى ولا هتبقى سعيد لو كان التمن هدم حياتك العائلية. لا يمكن. ما يزرعه الإنسان إياه يحصل. أنت مضحي ببنتك وهتجوزها واحد علشان تعمل هدف سياسي ولا علشان كذا وتمشيها في سكة معينة من أجل مصالحك الخاصة، هل هتنجح في ده؟ لا. وأنت تطلق مراتك عشان مش شرط تقول إحنا ما عندناش طلاق، بس تهمل زوجتك وتهمل احتياجاتها وتنساها علشان مصنعك ولا علشان شغلك ولا علشان بقيت وزير، تفتكر انك هتنجح؟ كلا. ودي النبوة، الآية رقم 6 بتتحدث عن هذا. عزيزي المشاهد، كمل معاك هذه النقطة الهامة في الحلقة القادمة، لكن ننهي الحلقة دي مع بعض واحنا بنقول كده باسم الرب يسوع، مش هنبقى زي أهل العالم. لن نضحي بحياتنا الأسرية بأولادنا مهما كان النتيجة، مش هضحي أبدا. أول حاجة في حياتي أهتم بيها هي حياتي العائلية. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم شريط ترانيم أقوياء، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.